عن الابراج، والنهارده هنتكلم عن مين هم الابراج الاكثر انتقاما، الابراج اللي نوي انها تسكت عن حقها اطلاقا اطلاقا اطلاقا. يعني لو هي لو حد اذاها او لو حد ضايقها عمرها ما بتسكت عن حقها. نتكلم عن مين الابراج الاكثر انتقاما اللي ما تقدرش ابدا تسكت عن حقها، ولازم تجيب حقها اما بدراعها يا اما بتنتقم. يعني لازم تنتقم، لازم تنتقم، ولازم تفضل حاطه الموضوع في دماغها لحد ما تجيب حقها. هل انت او الشخص اللي بتحبه واحد من الابراج دي ولا لا؟ هنعرف دلوقتي وهنقول بالترتيب من تحت. يعني الابراج اقل انتقاما هتتقال في البدايه، هنفضل نطلع 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 لحد ما نقول مين هم الابراج الاكثر انتقاما. يا ترى برجك في المنطقه الكام؟ انا عارفه برجي الحمد لله. طيب بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناه الكلام المفيد قناتي الاخرى. طيب في المرتبه ال 12، يعني في المرتبه الاخيره من الابراج الاكثر انتقاما، يعني هو الاقل انتقاما جدا، هيجي عندنا برج هتصدموا منه وهو برج الدلو. برج الدلو مسالم جدا جدا جدا. عمر بقول لكم انا برج ما بيحبش المشاكل، يعني هو مش بيمشي جنب الحيط، لا هو بيمشي جوه الحيط. فبرج الدلو من الابراج اللي بتكره المشاكل يا جماعه. هو يعني هو بيحب يعيش في السلام وبيحب السلام وبيحب الناس كلها. هل هو قادر على الانتقام؟ قادر على الانتقام، بس هو بيحب الانتقام. بيحب الصفاء، بيحب ان هو يعيش في سلام، هو بيعشق السلام. برج الدلو اذا هو برج السلام. فبرج الدلو ما بيحبش ينتقم ولا بيحط في دماغه الانتقام، ولا هو عايز ينتقم، مع ان هو ذكي جدا جدا، ولو حب ينتقم هيعرف ازاي يجيب حقه تالت ومتلت، بس هو مش بيستهوي موضوع الانتقام ولا الموضوع في دماغه اطلاقا اطلاقا اطلاقا. طيب يا جماعه بعد كده هيجي عندنا برج الدلو وبرج الجوزاء. برج الجوزاء بالرغم من ان برج الجوزاء الهوائي برج ذكي جدا جدا ودايما هتلاقيه بيهزر وبيضحك، الا ان هو برضو بيكبر دماغه. يعني هو ولا عايز مشاكل، وهو مش بيحب يصفي، بيحب يكبر دماغه. يعني هو ما بيحبش مشاكل برضو، ولا بيحب يعني يقول لك انا بدل ما اقعد اعمل مشكله استمتع ويلا يروح في حاله في 60 دقيقه تاخده ويغور هو. يعني ايه هيكبر دماغه؟ لان هو مش عايز، هو شايف ان الوقت اللي هيضيعه في المشاكل ده لا، ممكن يستثمرها في حاجه ثانيه افضل بكتير في حياته. فبرج الجوزاء مش برج بتاع مشاكل، ولا هو بيحب المشاكل، ولا هو عايز مشاكل. يجي بعد كده عندنا من الابراج، بس يا جماعه بقى في ايه بعد كده يا جماعه من الابراج اللي ما بتحبش المشاكل برضو وبتبعد عن المشاكل او ما بيحبش الانتقام، هو يعني انتقام، برج القوس. برج القوس هياخد حقه وهو في نفس ما هيخبطك بحاجه في وشه، هيقول لك كلمه تزعلك وخلاص خلصت. في نفس وقت المشكله وهو قاعد هيخلص المشكله ويا دار ما دخلت شر. يعني برج القوس هياخد حقه في نفس القعده، ولا هيقعد يفكر في انتقام ويتكتك في انتقام ويقعد يتخيل هينتقم ازاي، ويقعد يتخيل ازاي يجيب حقه ازاي. هو بيكره المشاكل جدا 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 وما بيحبش المشاكل، بس هياخد حقه في يفكر لك ويعمل لك خطط. مش خالص يا جماعه، اقسم بالله العظيم باللايف كده يبقى ايه. طيب يبقى الثلاثه الاواخر، يعني هم اكتر ثلاث ابراج ما لهمش في الانتقام خالص ولا بيحبوا الانتقام. قلنا دلو، قلنا جوزاء، بعد كده يجي بعد القوس وبعد الثلاثه دول هيجي عندنا برج الميزان الهوائي. برج الميزان من الابراج الهاديه اللي بيحبوا العدل، اللي بيحبوا السلام، اللي ما بيحبوش يعني هم عاملين ميزان، يعني هم دايما بيحبوا يكونوا عادلين. فبرج الميزان من الابراج ولا هو هيدور على انتقام ولا اي حاجه، بس هيرد عليك بلسانه. هو برج يا عمر سلام سلام، ممكن تاخديه تمشي جوه لو سمحتي؟ معلش يا جماعه استحملوني، استحملوا ابني. طيب برج الميزان من الابراج اللي هو هيرد عليك، هو بيرد ولسانه ما شاء الله عليه ما بيسكتش في الرد، يعني هيرد عليك لسانه فقط وخلاص، وانتوا برده في نفس القعده، ويبقى ولا عايز انتقام ولا عايز مشاكل ولا عايز اي حاجه، وهو مش من الابراج الاكثر انتقاما خالص. برج الميزان هو في الوسط. بعد كده هندخل بقى على الابراج اللي ايه في النص، يعني ولا هم بينتقموا ولا هم زي الابراج القويه جدا. هيجي عندنا برج مفاجاه جدا وبرج الثور. برج الثور من الابراج اللي ما بيحبوش المشاكل برده، وهو برج عقلاني بيستخدم عقله، ما بيحبش يعمل قلق، ما بيحبش يعمل قلق، وما بيحبش يعني برج الثور كرامته شايف ان هو عنده ايجو بتاع ان هو مش شايف ان حد اصلا يستاهل ان هو ياخد من وقته ان هو ينتقم. برج الثور
طور من المراكز المتوسطه، مش هيسعى للانتقام خالص، هو شايف ان اللي بعد عنه اللي عمل حاجه ربنا هيجازيه ب60 ده، وهو شايف ان عنده حاجات كتيره جدا اهم من ان هو يفكر ينتقم وان هو ياخد حقه منك. فبرج ال... برج ال... برج الثور من الابراج اللي في النص. يجي عندنا بعد برج الثور برج العذراء. برج العذراء برضو من الابراج الطيبه اللي بتسامح، فلو انت عملت فيها حاجه هيقول لك يلا ربنا يسامحك، انا اصلا مش عايز منك حاجه، يلا امشي انا مش. فبرج مع ان هو ده هي في التفكير ومخه نظيف جدا جدا وهيعمل الخطه بس مش هينفذها، لان هو هيجي في الاخر يقول يلا ربنا يسامحه. هم عندهم كده يعني برج العذراء عندهم حته قلبهم، يعني هم قلبهم ما بيهونش عليهم يأذوا حد على فكره. العذراء اسالوني انا يا جماعه، انا برج العذراء بليز قولوا لي انتوا متفقين معايا ولا لا، وقولوا لي انتوا شايفين مين اكتر ابراج بتعشق الانتقام، واعملوا تاجز وشيرز كتير كتير للناس اللي شايفينهم بيعشقوا الانتقام ومراء الانتقام. يجي بعد برج العذراء هيجي عندنا برج ال بعد العذراء، احنا خلصنا الابراج الهوائيه. طيب هيجي عندنا برج الاسد. برج الاسد من رغم ان هو يعني لا سوري قبل الاسد جدي، الجدي برضو مش هينتقم خالص، وهيقول لك انا ما ضيعش وقتي عشان انتقم من حد، ده هياخده هو وهو واللي عمله، انا اصلا وقتي اتمن اضيعه في ان انا اضيعه لحد زي ده. مفيش وقت انا اشتغل وانجح واعمل حاجات وانا وهو عقلاني جدا. هما الابراج الترابيه هيبقوا في النص، ان هم عقلانيين مش عاطفيين، مش عواطفهم لا، هم حتى لو فكروا يعملوا مشاكل في الاخر عقلهم بيثبتهم بيبطلوا يفكروا في الموضوع. طيب وصلنا بقى للناس الابراج اللي عندها الايجو بتاعها، بس هو مش هيسكت من حق، يسكت عن حقه، بس انا قلت ان هو مش رقم واحد ليه شويه، فهو احيانا ممكن يكبر دماغه جسمه بقى ان هو برج العقرب، هياخد حقه بقوه وقوه جدا جدا. برج العقرب ترسه من انتقام برج العقرب، نو واي يعني استحاله يسكت عن حقه. انا طلع لي حبايه هنا في عيني. في مرتبه ثالثه وبجداره هيجي عندنا برج الحوت من الابراج ايموشنال بقى، يعني يا جماعه كانوا عملوا قبل كده ولازم يجيب حق، يجيب بمنتهى الجداره اللي في الدنيا. فبرج الحوت من الابراج اللي نو واي وهتنتقم، يعني هتنتقم جدا جدا. برج الحمل، برج الحمل شايف ان فبرج الحمل انتقامي قوي جدا جدا، مش عن حقه، انتقامه صعب جدا جدا، ويعني عشان برج قصدي السرطان نو ينسى، يعني مش بينسى ابدا ابدا ابدا، ولا بينسى حد اذاه ولا بينسى حد عمل فيه حاجه، وهيفضل حاطط الموضوع في دماغه وحطه عمال بيسخن في نفسه. هو من الابراج اللي بيسخن نفسه، هو الحمل بيسخنه في نفسهم جدا لحد ما تيجي الفرصه السانحه وفجاه يقوم هوب منتقم منها. فالابراج الاكثر ثلاث ابراج انتقاميه هو برج الحوت، وبرج بالرغم من طبته برج الحمل بالرغم من تهوره بس هو مش هيسكت عن حقه وهينتقم، وبرج السرطان في المقدمه. ربنا يكون في عون اي حد زعل حد برج السرطان او برج الحمل او برج الحوت، يعني هيطلع عينه. شكرا، قولوا لي ايه رايكم في ترتيب، قولوا لي انتوا برج ايه، قولوا لي انتوا متفقين مع ترتيبكم ولا لا، كل واحد يقول لي برجه وهو عامل ايه في الحجر الصحي. يا جماعه ستي هوم، خلي بالكم من نفسكم، حاولوا تقللوا خروجكم، حاولوا تقللوا تجمعات، وحاولوا تأزروا الدوله بتاعتكم عشان ننتهي من المحنه ومن الوباء اللي احنا عايشين فيه. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، شكرا، باي باي باي. اكتبوا لي تحت انتوا موافقين على الترتيب ده ولا لا، انا عايزه الناس تتخانق كده، قولوا لي بتشوفوا في نظركم مين اكتر الابراج الانتقاميه اللي مش بتسكت عن حقها.